الجمهور الوطني الأحرار، لكم الكلمة السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. السجائر الإلكترونية والمنتشرة بين الأطفال واليافعين وعن تدابير ذات صبغة تنظيمية والقانونية بالتنسيق مع باقي الشركاء للحد من تداعيات سلبية لهذه الظاهرة، نسائلكم سيد الوزير. شكرا. هذه الظاهره اللي كتدخل في اطار ديال التدخين وهي اللي كتكون محاربه في البرامج ديال الصحيه، كنحاربوا التدخين وكنحاربوا كذلك حتى الادمان على هذه المسائل ديال كما كان العال، يعني هذا كتدخل في التدخين ماشي خاصه غنقول التجاره الالكترونيه او التجاره، التدخين بصفته وبرمته يحارب. عندنا برنامج ديال التحسيس، برنامج ديال كذلك ديال التوعيه، برنامج ديال في المدارس بالنسبه للتلاميذ، هذا راه كاين برنامج كبير ديال الصحة. شكرا. سيد الوزير على تفاعلكم مع السؤال ديالنا، وحنا فريق التجمع الوطني للأحرار كنتمنوا العناصر الجواب ديالكم واللي يعني فيه كيتضمن معطيات على الظاهرة ديال التدخين بصفة عامة واللي عرفت انتشار يعني كبير في صفوف الأطفال والمراهقين أمام الإعداديات والثانويات في المجال الحضري كما في المجال القروي، ويعني وكنعرفوا بأن عندها واحد الأضرار الصحية كبيرة اللي كالسرطان كمشاكل في القلب وفي الرئة، وكنعتزوا بالتدابير والجهود يعني اللي رسمية اللي طلقتها الوزارة من خلال يعني السياسات الهادفة للوقاية من تدخين النيكوتين بشكل عام والسيجارة الإلكترونية بشكل خاص، وكنتمنوا كذلك المجهود اللي كتبدلوا في إطار خطة عمل والتعليم الأولي والرياضة الاستجابة يعني بطريقة فعالة للمختلف القضايا الصحية والوقاية التلاميذ من أنواع عديدة من السلوكيات ذات الخطورة والسلوكيات الإدمانية بشكل خاص، ومن الوقاية من تدخين السيجارة العادية والسيجارة الإلكترونية بشكل خاص، وكندعو الوزارة لضرورة تكثيف يعني الجهود المبذولة في هذا الإطار باش وإطلاق يعني حملات أو مبادرات جديدة لحماية صحة الأجيال القادمة وتعزيز مهارة المهنيين الصحيين في مجال مكافحة الإدمان، والإسراع كذلك بإطلاق شبكة وطنية للمساعدة لدعم اليافعين والشباب اللي كيعانيوا من مشاكل نفسية أو سلوكات. شكرا سيدة النائبة المحترمة. شكرا، انتهى الوقت. انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية وخصوصا في صفوف التلاميذ والأطفال هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المغربي الأصيل. اليوم حنا في فريق الأصالة والمعاصرة كنعتبروا بأن هذه الآفة أو هذه الظاهرة الخطيرة يجب معالجتها في مقاربتها الأمنية، خصوصا على مستوى تكثيف الحملات الأمنية أمام أبواب المدارس، لأن آخر المعطيات كشفت أن 9.6% من الأطفال حصلوا على سيجارة إلكترونية في عمر يتراوح ما بين 10 و 12 سنة، و 23.4% حصلوا على سيجارة إلكترونية في عمر يتراوح ما بين 13 و 14 سنة. اليوم المطلوب إعمال مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية للتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة لما لها من تهديدات صحية مباشرة على صحة الأطفال وكذلك على العصف بمستقبلهم الدراسي. وشكرا. شكرا، تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. السيدة النائبة المحترمة، احنا دابا في برنامج ديال صحتكم في نمط عيشكم، خدامين لتقليص من عدد والنسبة ديال الأمراض الغير السارية لأن كيدخل فيها إنما هذه السيجارة الإلكترونية اللي كنعيطوا لها الفابوتور ولا الفابوريزاتور واللي كتحمل في الداخل ديالها بعض لي سوبستانس اللي يقدر يكون فيهم النيكوتين يقدر ما يكونش فيهم النيكوتين، أنا بالنسبة لي كتدخل كلها في الخانة ديال جميع الأمور اللي كتقدر تأدي بالصحة ديال الشباب ديالنا للتدهور. راه شتي الأكل المفرط ربما أكثر من هذيك، يعني ماشي السيجارة الإلكترونية اللي خصنا نهضروا عليها، خصنا نهضروا على برامج صحية اللي كتحمي الشباب ديال الصحة ديال الشباب ديالنا، فيها السيجارة، فيها الرياضة اللي خصنا نهضروا عليها، فيها بزاف الإفراط في الأكل، فيها بزاف ديال الأمور. وكذلك كما قالت السيدة النائبة المحترمة المقاربة الأمنية، هذاك ممكن، إنما كنقول لك ما كنفرقش ما بين التدخين وما بين السيجارة الإلكترونية، هو برنامج اللي خصنا نحاربوه سواء في المدرسة، سواء في الدار، السلوك الآباء، بزاف ديال الأمور اللي كتدخل في هذه المسألة هذه. شكرا. شكرا سيدي الوزير على حسن مساهمتكم في هذا